بهدف تسليط الضوء على أعمال الفنانين المشاركين وإبراز مواهبهم وإبداعاتهم الفنية وإيصالها للجمهور، أقام معهد مرسمي بمدينة طرطوس معرضاً بعنوان طريقي للفئة الشابة بالصالة القديمة على الكورنيش البحري للمدينة. معرض متنوع ناجح مميز، بتمنى لهم التوفيق، وخاصة ان هواة. على فكرة انا هذا اللي يعني جذبني، ان هواة ومن دراسات مختلفة. اخترنا عنوان المعرض طريقي لانه الصبايا اللي مشاركين اللي عددهم 15 صبية هن سيدات اعمال، طالبات مدرسة وطالبات جامعة، وكل وحدة فيهم ماشي بطريق مختلف عن الفن التشكيلي، ولكن وجدوا طريقهم، وبداية طريقهم كانت من معهد مرسمي من عنا، وكانت النتيجة مرضية. ويستمر المعرض ليومين ويضم لوحات فنية متنوعة بمشاركة أكثر من 15 فنانة تشكيلية. بلشنا نرسم رصاص، بعدين انتقلنا على الزيتي وهيك، واكتشفنا انه في عندنا ابداع بهذا الموضوع. اخترنا مواضيع شيء غريب، انا استخدمت المعجونه بشغله واخذت انطباع غريب، وبالاضافه لشغل الرصاص. مشاركه بهالفن لانه بيشبهنا وبيشبه عنوان هالمعرض طريقي، لانه دليل على كل مرأة قوية وكل شيء، وقف الطريقة انه ما في شيء مستحيل. انا مشاركة بهذا المعرض لاني انا حبيت اني ابرز موهبتي بالرسم وحبي للرسم. كمان هيك المعرض بيعطي جو كتير حلو، انه كلياتنا مشاركين بالمعرض، واكيد بين تعبنا بالمعرض وشغل السهور كتير مضت. يعني صنوف ابداعية متناغمة شكلتها اللوحات المعروضة، والتي تعكس المستوى الفني للفنانين المشاركين ونظرتهم للحياة والواقع والمجتمع. محمد حسن، الإخبارية السورية، طرطوس.